بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغى الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية. فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق، حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله، بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق. وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه، وتكون السلطة لها، ويكون الحكم منوطا بها، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضي هذه الأحكام، يحكم بغير ما أنزل الله. فهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل، ولم يجعل الله حكما بين عباده. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده، لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصي لله عز وجل، إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بأنه الحكم الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله. ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر، بل نقول إنه ظالم معتد جائر. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاصي لله عز وجل، لكنه حكم لهوى في نفسه لمصلحة تعود له أو للمحكوم له، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل. وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا ينزل على الحالة الأولى. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ينزل على الحالة الثانية. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ينزل على الحال الثالثة. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز
ينقسم لها الأقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواء ما علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثير من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالف. وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يجري الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل، فإن هذا كافر لأنه مكذب بقول الله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: فبحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون.